السلام عليكم اخويا. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم احنا موجودين في سوق سبيد ان شاء الله، عندي لكم هاد الدويره، ونتعرفوا على اثمنة الطويرات اللي موجودين والحمام والدجاج. ومبروك عواشركم اخويا، اللي شاف الفيديو متابوناش يخلي لينا واحد ابوني، ومبروك العيد. المهم اليوم اخوانا سوق سبيد، اللهم بارك تبارك الله، راه عام مع العواشر وداك الشيء، اللهم بارك تبارك الرحمن، كما كتشوفوا الدنيا عامة اللهم بارك. المهم الاخوان بقاو معنا، الله يسخر الجميع. تلاقينا مع خويا عماد هنا في السوق، اللهم بارك، عنده شي كنار تبارك الرحمن. عماد شحال الكنار؟ ما كاينش الثمن؟ ما مقاش؟ من إيلا؟ المهم الاخوان من 1000 ريال حتى 200 درهم، اللهم بارك تبارك الرحمن، كاين بيسات زوينة اللهم بارك. هناك لبسات غريب 150 120 130 اللهم بارك. والبيروش المهم الاخوان، البيروش هو 30 40 50 اللهم بارك تبارك الرحمن. جينا على الصديق، جينا على الصديق اللهم بارك، عنده دجاجنا اللهم بارك. شمن الماركات اخويا هنا؟ شمن الماركات كاينين هنا؟ كاملين براهم كلهم براهم. كارت الكيوطي هذاك الكار شحال كيبقى الثمن ديالو؟ الكار ديالو 5000، الدجاجة 70 درهم الحبة. الدجاجة 7000 اللهم بارك. ما كاينش حاجة أخرى؟ والله غير شي، مازال عندك شي حاجة أخرى ولا غير شي؟ كيف ما كاين عامر؟ اللهم بارك. اللي بغى شي حاجه النمره، اي نمره؟ النمره التليفون ديالو 06 17 80 30 الله يسخر لك الامر. السلام اخوان، تلاقينا مع خويا زوير في السوق اللهم بارك، راه عنده شي دجاج اللهم بارك تبارك الرحمن، عنده شي طويرات هنا اللهم بارك تبارك الرحمن. زوير شحال الحمام؟ 20 اللهم بارك تبارك الرحمن. هنا كان هذا الميسو شحال؟ الميسو 700 اللهم بارك تبارك الرحمن. هنا الكنار زوير الكنار 120، وهذا الفروج 130 اللهم بارك. واثمن ديال هذا 3، هما الاخوان هادو بثلاثة 900 درهم اللهم بارك تبارك الرحمن. هاد المقنين 500 اللهم بارك. جدر ولا قرع؟ قرع اللهم بارك. 250 وهاد التكير، هاد التكير البيض شحال كيبقى الشبع؟ 200 درهم. وهاد الدجاجات 100 درهم. وهاد الجرعة هادو في الالساك 80 درهم اللهم بارك. وهاد بيبي زوين، هاد بيبي بيبي زوين شحال؟ 150. هادو تما زوين ياك؟ هادو تما 200 درهم اللهم بارك. زوير خلي النمر ديالك واش 06 17 47 96. الله يسخر لك امك. جينا على الصادق هنا في سوق سميت اللهم بارك، عنده شي حمام بياسات اللهم بارك تبارك الرحمن اللهم بارك. خويا شحال كيبقى الثمن هنا؟ 250 درهم اللهم بارك تبارك الرحمن. هذا هنا خويا 130 وهذا اللي تحت اخويا اللهم بارك تبارك الرحمن. خلي لي النمر ديالك اللي بغا شي حاجه يتواصل معاه. مرحبا والله يدير الخير. نمر التليفون
6 52 70 53 53 الله يسخلك الامور عمرك العواش. جينا على الصديق عندنا عنده شي دجاج الله مبارك وبيبي وفلوز وشي فلاز السمان الله مبارك تبارك الرحمن. انا الدجاج حيت يبقى هنا الثمن ديالو 3000 ريال الله مبارك تبارك الرحمن. وهادو هادو 5000 ريال. هذا الوز شحال كيبقى الثمن؟ الوحدة ولا بجوج؟ بجوج 5000 اللهم بارك. وهاد البط اخويا شحال كيبقاو الثمن؟ 70 درهم اللهم بارك. وهنا السمان 700 اللهم بارك تبارك الله. وهنا يا اخويا 9000 ريال. هذا تكير هذا شحال كيبقى؟ بحال بحال. والفريريش 150. وهادو هنا اخويا 120 اللهم بارك. وهادو انتيوات هاد شحال كيبقى؟ 9000 ريال. سلام اللهم بارك. خلي النمرة ديالك. المهم الاخوان السيدر ديما انت انا اخويا. المهم الاخوان اللي راهي بلاصه ها هو السيد وهذا اللهم بارك راه هي بلاصه عنده طوموبيل كبيره راه وحده الدري ايوب اللي كيبيع الكنار والبيروش ها وحده اللي يسقى الامور الجامع. اخوان جينا عند خويا ايوب تلاقينا مع في سوق السبيط اللهم بارك راه عنده الطويرات اليوم عنده الجد اللهم بارك تبارك الرحمن. عنده هنا البيروش عنده البيروش عنده الكنار اللهم بارك عندو البيروش هنايا وعندو الكاروبسات تبارك الرحمن. ايوب كاروبسات شحال؟ 120 درهم اللهم بارك الاخوان تبارك الرحمن. 120 درهم البياس كاروبسات 120 درهم اللهم بارك. انا البيروش ايوب 30 درهم ايوب وايوب اقفز حداك راه هو 1000 ريال 1000 ريال 40 درهم ايوب الهوكو 1000 ريال 1000 ريال. واد انت ولد البلاك بلاك 90 درهم. واد كان هنا ماشي.